قال عليه الصلاة والسلام: صنفان موجبتان. عقلوا على الله يرحم الكل وليد، عقلوا على الحديث وديروا بحث. صنفان موجبتان يا كذا، موجبتان وواحدة ثنتان موجبتان وواحدة بمثلها والأخرى بعشر أمثالها وأخرى بسبعمائة وأخرى لا حد له. ثنتان موجبتان وواحدة بمثلها، ولا ثنتان بمثلهما، زوج زوج صح، باش كان سبعة. ثنتان موجبتان، الحديث ثنتان موجبتان هذه زوج، ثنتان بمثلهما هذه أربعة، وواحدة القول بعشرة ها خمسة، وواحدة سبعمية، وواحدة لا حد له. شحال هذه قلت؟ زوج زوج سبعة. لا إله إلا الله. فما هي الموجبتان؟ شكون يعرف ما هي الموجبتان؟ من يعرف هذا؟ من هي الموجبتان؟ ما هما الموجبتان؟ قولي له الوقت يكون لكم دائما تسمعوا رمضان وتسمعوا الحديث، لا يمكن تسقسي الناس. الحسنات والسيئات. ما هي الموجبتان؟ هذا زيد فسرنا فسرنا. الحسنة واجبة والسيئة واجبة. علاش واجبة؟ باش واجبة؟ موجبتان، أي هذه توجب هذه وهذه توجب هذه. ثنتان موجبتان، بس ما نطولش عليكم. من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة. موجبة. من مات موحدا وأوجب الله له الجنة. والموجبة الثانية: من مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. من مات موحدا وجبت له الجنة، عمل ما عمل حتى لو دخل النار لا يخلد فيه، يدخل الجنة، معروفة. ومن مات يشرك بالله ولو فعل الخيرات كلها كان من أهل النار. وكنت تقرأ بلا صورة المائدة يا عباد الله، الآيات اللي فتوا عليهم: ومن يشرك بالله زين فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله 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 الله. هذه ثنتان موجبتان ياك، وثنتان بمثلهما. شكون ثنتان بمثلهما؟ من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة. هم بواحدة ولم يعملها كتبت له واحدة كاملة كاملة. والثانية: من هم بسيئة وعاملها كتبت له سيئة واحدة. الواحدة بعشرة كعارف. من هم بحسنة زين وعاملها، كما قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، عشر أمثاله. واللي وحده بسبعمائة واسمه هي؟ اسمه اللي وحده بسبعمائة؟ يقول واسمه هي اللي بسبعمائة؟ حسنة بسبعمائة واسمه هي؟ انفق في سبيل الله في الجهاد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لا إله إلا الله. وأما الأخرى السابعة التي لا يعلم أجرها إلا هو وليس لها تحديد في الأجر وأجرها لا يحد، شكون؟ فرصتك يا مسلم، فرصتك رمضان الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. ربي 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 ربي. قل لي الله يرحمه عليك، ما معنى كل عمل ابن آدم له؟ الصلاة لك والصدقة لك
وبر الوالدين لك، وصلة الرحم لك، والدعوة إلى الله لك. فاختار الله من كل الصالحات الصيام فنسبه إلي. شوف أخويا نقولك بعض الحكم، الحكمة الأولى واسمه عقل عليهم زين، عقل من عز عقل. أي شيء ينسب إلى الله، أي شيء ينسب إلى الله يتميز عن الباقي. فحينما نسب الله الصيام له من دون الطاعات فذلك تمييز للصيام على باقي الطاعات. كما نقولوا بيت الله، شوف هذا البيت السعب هذا، قيمة البيت بقيمة مالكه. نقول القصر تاع الملك ماشي بحال القصر تاع بيت الله. ولي الله، ولي الله، تخش من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولي الله ماشي بحال اي بنادم عاصي سقط من عين الله. هذه الحكمة الأولى، نسب الله الصيام إليه من دون الطاعات تمييزا لهذه العبادة ورفعا لشأنها وتعظيما لقدرها. هذه الأولى. ثاني صيام زيد لي، لي صيام لي إيوة، والصلاة ماشي لله. حينما تصلي تصلي لنفسك أم لله؟ صلي لله، لأنك لو صليت لنفسك ما قبلها الله. ما معنى الصلاة لك والصيام لك والصدقة لك وأنت تعملها لله؟ المهم يعملها لله. ما معناها؟ معناها ما معناها؟ معناها أن أجرها محدد لك، محدد مسبقا. أما الصيام لي فلا يمكن للصائم أن يدرك الأجر، فهو مدخر عند الله لم يعلم به أحدا من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أو ربي 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 ربي. ثم لماذا الصيام لي؟ ثالثة، الحكمة الثالثة، لماذا الصيام لي؟ الحكمة الثالثة لماذا؟ وماشي قالها، تخيل معايا، كل العبادات الأخرى في تاريخ البشرية من آدم إلى اليوم صرفوها لغير الله. فالناس تصدقوا لغير الله، وركعوا لغير الله، وسجدوا لغير الله، إلا الصيام. لم يقم أحد من العباد بالصيام لمخلوق قط، فصرف الصيام منذ بدء الخليقة لله. الله أكبر. والرابعة، الرابعة صيام لي لأن الصلاة يراك الناس، والإنفاق إذا لم يراك الناس فأنت أعطيت لإنسان رآك، لكن الصيام لا تستطيع أن تميز بين الصائمين، لأن الصائم علاقته مع الله يختلي بربه لا يراه أحد، ويعرض عليه الماء في اليوم الشديد الحر وهو ظمآن، وأقول لا لا لا، الله نهاني على أن أتناول شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فيعلمك الإخلاص، ويعلمك عبادة مراقبة الله. وهل هنالك أعظم من أن يصل الإنسان إلى الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه؟ الصيام، الصيام يدربك على الإحسان، على مراقبة الرحيم الرحمن، على مشاهدة الواحد الديان سبحان الله. فهو لي من هذه الناحية، هو لي لأنني أنا الوحيد الذي أعرف الصائم من غير الصائم. فالناس يمشون زرافات، ولكن المولى هو الذي يعلم من الصائم، لأنها عبادة بينك وبين ربك لا يطلع عليها أحد. فلو أكل أحد مستترا ومشى مع الصائمين لن يعلم أحد من الصائمين أنه اعتدى على حرمة رمضان إلا الله سبحانه.